نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو معاذ أيضا من أسئلته: هل هناك فرق بين تارك الصلاة مطلقا وتارك بعض الصلوات تكاسلا لا جحودا؟ لا فرق بين من ترك الصلاة كلها ومن ترك بعض الصلوات. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى. قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم يحافظون. الواجب على المسلم أن يحافظ على جميع الصلوات، ومن ترك صلاة واحدة متعمدا كفر بالله عز وجل. الواجب المحافظة على الصلوات كلها والمداومة عليها وأداؤها في أوقاتها مع جماعة المسلمين. لا يسع المسلم إلا هذا. الصلاة أمرها عظيم، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمل. فإن قبلت قبل سائر عمل، وإن ردت رد سائر عمل. ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. لا يجوز التهاون بها أو تضييع بعضها. ولو صلى بعض الصلوات هذا لا يكفي حتى يقيم الصلاة كلها. نعم.